إذن العملات المشفرة بغض النظر أن وجهات النظر فيها مختلفة تماما بين من يراها عملية يعني احتيال كبيرة مثلا، أو من يراها فقاعة ضخمة ستنفجر في النهاية، وبين من يراها هي المستقبل، يعني على الجانبين. لكن لا يجب أن نغض النظر عما يحدث في العملات المشفرة، وتحديدا ما يسمى بالعملات البديلة أو العملات التي نشأت بعد البيتكوين وبديلة للبيتكوين والإثيريوم. ما يسمى بالبيتكوين دومينانس أو سيطرة البيتكوين، يعني في بداية العام كانت البيتكوين تحتوي على 70% من إجمالي القيمة السوقية لكل العملات المشفرة. اليوم نحن نتحدث عن أن البيتكوين فقط 43%، عملات جديدة بدأت تأخذ الصدارة. هذه مثلا عملة كاردانو، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال شهر أغسطس، يعني من القيمة من $2.05 إلى $2.70 بالنسبة لهذه العملة. العملة تضاعفت بشكل كبير بالنسبة للمستويات الأسعار خلال الفترة الماضية، وتمثل أيضا هذه العملة يعني ربما تكنولوجيا جديدة للبلوك تشين أو للسلاسل الكتل. هذه فقط مثال على الارتفاعات القياسية، لكن إذا نظرنا على الارتفاعات الجنونية لبقية هذه العملات، فمنذ بداية العام انظروا إلى هذه النسب الكبيرة. ماتك مثلا أحد العملات الجديدة، ارتفعت هذه العملة ب 7600%. ليس فقط ماتك، لدينا سولانا أيضا عملة جديدة ارتفعت هذه العملة ب 6100%. دوج كوين طبعا، وإن كانت فترة هذه الارتفاعات الفترة الأخيرة، لكنها تبقى منذ بداية العام مرتفعة 5780%، مع دعم طبعا إيلون ماسك والكثير من التوقعات والمضاربات أن هذه العملة في النهاية سيتبناها إيلون ماسك وستدخل في الكثير من العمليات الدفع. كاردانو مثلا ارتفعت 1443%. الكثير أفالونش مثلا ارتفعت أيضا بحدود 1000%. هذه العملات هي التي ربما تقدم تكنولوجيا جديدة للعملات المشفرة، وتفوقت في أدائها على العملات المشفرة الرئيسية والتي كانت موجودة والأكثر شهرة من العملات المشفرة، على رأسها طبعا البيتكوين التي يعني لازالت تحاول اختراق مستويات $50,000 ولا تنجح في ذلك كثيرا، $48,000 حاليا بيتكوين كاش، إثيريوم والريبل واللايت كوين. هذه هي العملات المشفرة، الكل أصبح يتجه إلى هذه العملات الجديدة. لا أحد يستطيع تفسير السبب في ذلك، ولكن ربما أحد الأسباب أن العملات المشفرة الجديدة تحمل فرصة. هذه العملات لم ترتفع بنفس النسب التي ارتفعت بها عملة كبيتكوين على سبيل المثال، وبالتالي ينتظر البعض، بما أن سوق العملات المشفرة تحول إلى سوق للمضاربة في المقام الأول، ينتظر البعض أن تحقق بعض من هذه العملات نفس نسب الارتفاعات القياسية. قد يكون هذا تفسير.